السلام عليكم، معكم دكتور السعودية محمود قريطان. بما ان احنا داخلين على فصل الشتاء، والفصل ده بيكتر فيه التهابات الشعب الهوائية والبرد وزيادة البلغم، وناس كتير سألوني عن افضل حاجة بتكون من مصادر طبيعية بتساعد في علاج التهاب الشعب الهوائية وبتساعد في تقليل البرد وبتساعد انها تنظف الصدر وتطرد البلغم يعني. عشان كده النهاردة جبنا لكم منتج طبيعي وتركيبة متميزة وفعالة وبتستخدم من زمان قوي في علاج التهابات الشعب الهوائية. معانا صبغة جاوي، اهو زي ما حضرتك شايفين صبغة جاوي. الصبغة دي هي عبارة عن تنكتشر بنزويل، ده تركيبة طبيعية بتتحضر في الصيدلية او بتيجي جاهزة كده. التركيبة دي بتستخدم في علاج التهابات الشعب اللي هي طرد البلغم. ازاي يا دكتور الكلام زي ده؟ بنجيب معلقه صغيره، يعني نفتح الازازه وناخد معلقه صغيره او معلقتين وهنحطهم على نص لتر ميه دافيه، وبعد كده هنستنشق البخار اللي طالع من الميه دي، والكلام زي ده مره الصبح ومره بالليل. يبقى احنا هنجيب معلقه صغيره او معلقتين وهنحطهم في نص لتر ميه دافيه، تمام، ميه سخنه يعني، وهنستنشق البخار اللي بيطلع منها، الكلام ده مره الصبح ومره بالليل، تمام. طبعا ده هيساعد كتير جدا بفضل المكونات الطبيعيه اللي موجوده فيها انه يطرد البلغم ويقلل الكحه، وفي نفس الوقت يعالج التهابات الشعب الهوائية بطريقة فعالة جدا، بتنفع الأطفال الكبار، مفيش منها أي مشاكل خالص. كمان الاستخدام التاني اللي كنت عايز أقول لكم عليه، وده استخدام يمكن مش مشهور أو محدش يعرفه كتير، إن صبغة الجاوي دي بتعالج الجروح البسيطة أو القرح البسيطة، وده أنا ممكن نخففها بالمية أو الجليسرين ونحطها على اماكن القرح او الجروح، والكلام ده برضو مره الصبح ومره بالليل، لان الصبغة الجاوي بالمكونات اللي فيها بتساعد انها تطهر الجرح وتنشف الجرح وبطريقه فعاله ومضمونه وبدون اي اعراض جانبيه. صبغة جاوي دي منتج منسي من زمان وتركيبة منسية من زمان، ولو ما لقيتوش صبغة جاوي كده في منتج زيها موجود في الصيدلية اسمه فابوزول استنشاء، وده برضو فعال ومتميز. لكن نتكلم على كتركيبة بتيجي من اي صيدلية، سواء الصيدلي محضرة في المعمل عنده في الصيدلية او بتيجي جاهزة. سعرها بيتراوح ما بين 7 ل 10 جنيه، 7 ل 10 جنيه، اختلاف من شركة للتانية. أهم حاجة إن في الشتاء لازم شرب المية الكتير وشرب السوائل الدافية وعدم الانتقال من مكان سخن لمكان سائع أو من مكان سائع لمكان سخن. الحاجات زي دي وشرب السوائل الدافية كتير هيساعد إن هما يهدوا الكحة ويعالجوا التهابات الشعب الهوائية بطريقة فعالة ومتميزة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.